قالت له: أتحبني وأنا ضريرة؟ وفي الدنيا بنات كثيرة، الحلوة والجميلة والمثيرة، ما أنت إلا مجنون أو مشفق على عمياء العيون. قال: بل أنا عاشق يا حلوتي، ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تصيري زوجتي، وقد رزقني الله المال، وما أظن الشفاء محال. قالت: إن أعدت إلي بصري سأرضى بك يا قدري، وسأقضي معك عمري، لكن من يعطيني عيني؟ وأي ليل يبقى لدي؟ وفي يوم جاءها مسرعا: أبشري، قد وجدت المتبرعا، وستبصرين ما خلق الله وأبدع، وستوفين بوعدك لي، وتكونين زوجة لي. ويوم فتحت أعينها كان واقفا يمسك يدها، رأته فدوت صرختها: أأنت أيضا أعمى؟ وبكت حظها الشؤم: لا تحزني يا حبيبتي، ستكونين عيوني ودليلتي، فمتى تصيرين زوجتي؟ قالت: أأنا أتزوج ضريرة؟ وقد أصبحت اليوم بصيرة. فبكى وقال: سامحيني، من أنا لتتزوجيني؟ ولكن قبل أن تتركيني أريد منك أن تعديني، أن تعتني جيدا بعيوني.